جود مورنينج يا سنة تالتة، ايه الاخبار؟ انا مس اسراء لو دي اول مرة تشوفوني، والنهاردة هنبدأ اول لسون او اول يونت من منهج سنة تالتة. ولازم طبعا عشان نبدأ المنهج محتاجين كتاب، اللي هو الكتاب بتاعنا اللي هو اسمه اكسلنس. والكتاب دوت هيشرح لنا بطريقة مبسطة كل اجزاء المنهج، وانا همشي معاكم خلال اجزاء المنهج كلها. وكمان الكتاب بيقدم لنا شرح مبسط، وكمان الاكسرسايز عشان نختبر اللي احنا او نتمرن الاجزاء اللي احنا اوريدي شرحناها. الكتاب ممكن تلاقوه في اي مكتبة، ولو عايزين تسألوا اي حاجة اكتبوا في الكومنتس. وبس كده، يلا بينا نبدأ اول حاجة في المنهج، او تعالوا نشوف كده المنهج هيبقى فيه ايه في الترم التاني. طيب احنا عندنا كام يونت في المنهج بتاعنا؟ عندنا 1 2 3 4 5 6، عندنا 6 يونت في المنهج بتاع الترم الثاني. اوكي، فاول يونت عندنا بتتكلم، او العنوان بتاعها Where are the family. دي اليونت اللي احنا هنتكلم عليها النهارده. تاني يونت اسمها at the museum. ويونت 9 بتتكلم at the hospital، في المستشفى. وهيجي بعديها قصة كده اسمها the grand Egyptian museum، اللي هو المتحف المصري اللي هو الجديد. وبعد كده الثري يونتس التانيين الموضوع بتاعهم هيبقى عن الكوميونيكيشن او التواصل. اول يونت في الثيم الجديد او الموضوع الجديد هيبقى وي لاف ادفنتشر، احنا بنحب الادفنتشر يعني المغامره، احنا بنحب المغامره. يونت 2 في الثيم ده هيبقى كيب ان تاتش، يعني ايه كيب ان تاتش؟ خلينا نتواصل. ويونت 12 بيتكلم كوميونيتي كونكشنز، يعني ايه كوميونيتي كونكشنز؟ اللي هي التواصل. اوكي، والفيكشنال ريدر اللي هي الستوري بتاعتنا اللي تبقى في اخر الكتاب اسمها نسمس انفنشن، اسمها اختراع نسمة. اوكي، جاهزين نبدأ المنهج بتاعنا او الترم الجديد بتاعنا؟ اوكي، خدوا نفس عميق، يلا بينا نبتدي اليونت. اول لما نفتح الكتاب بتاعنا، طبعا دي يونت 7 عشان كانت اليونت اللي فاتت في اللي احنا خدناها في الترم الاول كانت يونت 6. اوكي، نتكلم عنوان اليونت ديت Where are the family؟ Where are the family؟ يعني كده، يعني ايه where؟ يعني اين؟ Where are the family؟ اين العائلة؟ طبعا من العنوان كده بتاع اليونت عرفنا ان اليونت هتتكلم عن ايه؟ هتتكلم اكيد عن الفاميلي. ايه يعني ايه الفاميلي؟ عائلة. اوكي، تعالوا كده نشوف lesson 1. اوكي، نتكلم ايه lesson 1؟ عن اللايف ستيجز. يعني ايه لايف ستيجز؟ يعني مراحل الحياه. ايه برضه مراحل الحياه؟ مراحل الحياه احنا اول حاجه بنكون ايه؟ بيبي، صح؟ اول ما بنتولد بنكون بيبي، بعد كده بنكبر شويه بنكون طفل يقدر اللي هو ايه؟ يزحف. وبعد كده بنبقى طفل ونروح المدرسه، نبقى اطفال ونروح المدرسه. وبعد كده نكبر شويه ونبقى اسمنا مراهقين. المراهقين دولت اللي هم عمرهم من السنه مثلا 12 سنه لحد 18 سنه، كده لسه مراهق. وبعد كده من اول لما يكون عندنا 20 سنه او 19 سنه لحد ما نكبر بنبقى اسمنا ايه؟ يعني مثلا يكون عندنا 40 سنه او 45 سنه يبقى احنا كده ادلتس. يعني ايه ادلتس؟ بالغين. وبعد كده لما نكبر بقى نبقى قد تيتا وجد، كده بنبقى ايه؟ الديرلي بيرسون او شخص عجوز. تعالوا بينا نعرف الحاجات دي في الانجليش اسمها ايه. يبقى اول كلمه خدناها معانا اللي هي اللايف ستيجز. ايه هي اللايف ستيجز؟ مراحل الحياه. تعالوا نشوف اول حاجه بنبقى ايه؟ بيبي. يلا ريبيت افتر مي، نقول ورايا عشان نعرف مع النطق بتاع الكلمه صح. بيبي بيبي. اوكي، طفل لسه بيتعلم المشي اسمه toddler toddler toddler. اوكي، بعد كده كبر شويه بقى child 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 child، خلاص بيروح المدرسه. يبقى انتوا كده في انهي لايف ستيج في الحياه؟ انتوا هنا لسه في child، سنه ثالثه لسه child. طيب كبرتوا شويه،
كبرتوا شوية ورايحين إعدادي، يبقى أنتوا كده إيه؟ teenager. teenager، يلا قولوا ورايا teenager. teenager، teenager مراهق. طيب نكبر شوية ونخلص الجامعة بتاعتنا ونبقى نشتغل، إحنا كده اسمنا adult. adult يعني شخص بالغ. adult adult. طيب وبعد كده بنكبر خلاص ونبقى عجوز، يعني شخص عجوز، بنبقى elderly person. elderly person، يلا قول معايا elderly person. برافو. يبقى دي اسمها ايه تاني؟ life stages او مراحل الحياة. نبدأ baby, toddler, child, teenager, adult, elderly person. اوكي؟ طيب معانا كلمتين كمان. كلمة برج يعني tower. tower. ومرحلة stage. 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 روف. يلا page 11. اوكي زي ما احنا قلنا اليونت بتاعتنا اسمها where are the family. where are the family، اين العائلة. تعالوا يلا بينا نتعرف عن العائلة او الفاميلي. اول حاجة يعني ايه عائلة؟ family. يلا قول معايا family. family. اوكي مين اكبر حد في العيلة؟ بيبقى الجراند بيرنس. يبقى تيتا وجدو اسمهم ايه؟ جراند بيرنس. جراند بيرنس. اوكي طيب تيتا يعني جراندما. 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 وجدو جراندبا. 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 بروف. والاثنين اسمهم ايه يعني جراندبا اند جراند جراندما اند جراندبا، الاثنين اسمهم جراند بيرنتس. جراند بيرنتس. اوكي وبعد كده بيبقى عندنا بيرنتس. ويعني ايه بيرنتس؟ يعني ماما وبابا. اسمهم ايه؟ بيرنتس. يلا معايا تاني بيرنتس. بيرنتس. برافو. اوكي اب يعني داد. داد. وام يعني مام. مام. اوكي طيب من ماما وبابا بيجيبوا لنا ايه؟ براذر. براذر. يلا قول معايا براذر. برافو. براذر. واخت يعني سيستر. 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 برافو. اوكي طيب لو انا اختي دي اختتي كبيره وخلفت انا، يبقى ده ايه؟ عندها مثلا ابن، يبقى بالنسبه لي ده ابن اختي. ابن اختي يعني نيفيو. نيفيو. يبقى ابن الاخ او ابن الاخت يعني ايه؟ نيفيو. البي اتش نتف. نيفيو. نيفيو. طيب طب لو هي بنت اختي خلفت بنت او اخويا خلف بنت، يبقى ديت بالنسبه لي بنت اخت، بنت الاخت او بنت الاخ اسمها نيس. نيس. ما ايه؟ برافو. نيس. اوكي كمان عندنا ايه كمان في الفاميلي؟ عندنا عمو اللي هو بيبقى اخو بابا او اخو ماما، نقول عليه ايه؟ انكل. 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 طيب وعندنا كمان كلمة انت. انت. انت اللي هي بتبقى خالته او عمته. انت. اوكي طيب ابن عمه او ابن خاله او ابن خالته كلهم اسمهم يعني كازن. 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 يبقى انا ابن خالته، ابن عمه، ابن خاله، كلهم اسمهم هنقول عليهم ايه؟ كازن. اوكي زي ما انتوا شايفين كده دي الفاميلي. فاميلي. فاميلي يعني عائلة. يلا البيج بعديها بيج 12. اوكي تعالوا معانا شوية كلمات. طيب يتعلم يعني ايه؟ يتعلم يعني learn. طيب يتعلم عن، يبقى learn about. يبقى about دي معناها عن. learn about يتعلم عن. طيب think about يعني ايه؟ think about يفكر فيه. think about يبقى ناخد بالنا think بيجي معاه حرف الجر about بمعنى يفكر فيه. think about. اوكي look after. look after يعني يعتني بيه، يعني ياخد باله من حد. طيب look at ينظر الى. look at ينظر الى. وناخد بالنا ان هنا حرف الجر ممكن يغير معنى الكلمه خالص، يعني مثلا look at احنا عارفين يعني ينظر. طيب look after معناها ايه؟ يعتني، ياخد باله من حد، المعنى مختلف خالص. فناخد بالنا من حروف الجر look after يعتني بيه او ياخد باله من حد، ولوك at يعني ينظر الى.
اوكي لو فاكرين خدنا الترم اللي فات الباست سيمبل او الماضي البسيط. الماضي البسيط ده بستخدمه امتى؟ لما اكون عايزه اقول حاجه خلاص حصلت في الماضي وانتهت، انا لعبت، انا شربت، انا رحت النادي، كل الحاجات دي انا عملتها في الماضي. اوكي طب في الماضي عشان نستخدم الماضي في الانجليش بنعمل ايه؟ عايزه اقول انا عملت او رحت، بعملها ازاي في الانجليش؟ طيب كل اللي انا بعمله اللي هو البريزنت او الباست سيمبل او الماضي البسيط بينقسم في الانجليش الى فرعين، اللي هو الريجولار فيربس، الافعال بتتقسم لريجولار فيربس والريجولار فيربس. الريجولار فيربس اللي هي الافعال اللي انا كل اللي انا بعملها عشان اخليها في الماضي احط ايدي للفيرب. تعالوا كده نشوف اكزامبلز عليها. هي ريجولار فيربس، عندنا فعل اسمه هيلب. هيلب يعني ايه؟ يساعد. اوكي الماضي بتاعه helped. helped انا حطيت كل اللي انا عملته ايه؟ حطيت ايدي. اوكي يبقى دي الريجولار فيربس عشان اخلي خلاص الفعل هنا يساعد help. عايزاه خلاص اقول ساعد خلاص اللي انا ضفته، قلت حطيت ايدي helped ساعد. وعندنا الافعال في الانجليش عندنا ثلاث ازمنه للافعال، هو البريزنت والباست والباست بارتيسيبل او البي بي. اوكي طيب ده في البريزنت اللي هو المضارع عادي، وده في الماضي، وده الماضي التام. اوكي هنعرف الماضي التام في الليسون نمبر 2 ان شاء الله. اوكي يبقى نيجي تصريف الافعال اللي هي الريجولر، كل اللي انا بعمله بضيف دي او اي دي او اي اي دي تو ذا فيرب. يبقى هنا help helped helped، walk يمشي، walk walked walked، كل اللي انا عملته ضفت اي دي. look looked looked، look ينظر، looked نظر خلاص او شاف، looked. صف الثالث jump jumped jumped، work worked worked، work يعني يعمل، الماضي بتاعه worked عمل خلاص او اشتغل. talk talked talked، يتحدث، talk يتحدث، الماضي بتاعه talk تتحدث خلاص. want wanted wanted، want يريد، والماضي بتاعها wanted أراد. اوكي دي كانت الريجولار فيربس اللي انا كل اللي انا بعمله بضيف ايدي للفعل. طيب نيجي بقى للريجولار فيربس او الافعال الغير منتظمه. يعني ايه افعال غير منتظمه؟ يعني افعال ملهاش قاعده، يعني مش بحط لها ايدي كده زي الريجولار فيربس، زي الافعال المنتظمه ليها قاعده. ديت افعال ملهاش قاعده، انا بحفظ الفيرب زي ما هو. طيب زي مثلا عندنا have يملك، عايز اقول ملك خلاص او كان عنده، يبقى had، التصريف التالت برضو had. have had had have had had. اوكي يبني build build، يبني الماضي بتاعها built، والتصريف التالت برضو built build built built، كل اللي اتغير حرف التي في الاخر، اتغير بدل دي بقت تي. build build built built. يتعلم learn learn learnt learnt، الماضي بتاع learn ايه؟ learnt learnt، كلنا مضيفه حرف الدي التي. طيب يمسك يعني hold hold healed healed hold healed healed. hold يمسك، الماضي بتاعها امسك اللي هو healed hold healed healed. طيب يرى see see saw seen see saw seen، تصريف التالت بتاعها سين، وهنعرف دلوقتي الباست بارتيسيبل بستخدمه امتى. طيب run يجري، run ran run run ran run. go يذهب، الماضي بتاعها went go went gone go went gone. ينام يعني sleep sleep slept slept sleep slept slept. طيب am and am and is، هو verb to be، فاكرين verb to be بيتكون من am and is and are. طب نعرف كده am و is الماضي بتاعها was، والتصريف الثالث been. اوكي طيب are، طيب الماضي بتاع are where، الماضي بتاع are where، والتصريف برضه الثالث been.
اوكي يبقى احنا كده عرفنا الفرق بين الريجولار فيربس والايرريجولار فيربس، الافعال المنتظمه والافعال الغير منتظمه اللي هي ملهاش قاعده اللي انا بحفظها زي ما هي زي الافعال دي. عايزاكم تحفظوا الافعال دي او تبصوا لها كتير وتعرفوا الماضي بتاعها، عشان لما يجيلك الماضي بتاع هاف هتعرف اللي هو هاد، ايه الماضي بتاع مثلا سي هتعرف اللي هو سو. اوكي عشان الافعال ديت ملهاش قاعده، الريجولار فيربس ملهاش قاعده. اوكي هنا نشوف الستوري دي. طيب الولد ده بيقول ايه؟ Today we are with our family. Today النهاردة كنا مع عائلتنا. We have lots of cousins. قلنا cousins يعني ايه؟ أولاد العم أو الخال. طيب we have a lot of cousins، عندنا أولاد عم أولاد خالة أو أولاد خال كتير. أمير is 13. أمير عنده كم سنة؟ 13. يعني ايه 13؟ 13 سنة. He is a teenager. وقلنا اللي هو من اول 11 سنة او الاول 12 سنة، يبقى احنا كده ايه لسه في المراهقة. teenager. He is a teenager. He is helping his brother Adam. He is helping his brother Adam. هو بيساعد اخوه Adam. اوكي. Okay. Adam is building a tower. لو بصينا في الصورة كده نلاقي Adam ده Adam. Adam is building a tower. يعني ايه building a tower؟ بيبني تاور برج. That's a good boy. هو ولد ايه؟ شاطر. هيا نشوف الستوري دي برضه. My nephew طارق. يعني ايه my nephew؟ قلنا nephew يعني ابن الاخ او ابن الاخت. اوكي. My nephew طارق is a baby. يعني ايه baby؟ طفل. My sister is holding him. واختي شايلاه. قلنا hold يعني يمسك او يشيل. Look at my niece. يعني ايه niece يا ترى؟ نيس يعني ابن اللي هي بنت الأخ أو بنت الأخت. اسمها إيه؟ اسمها لما. She is learning to walk. She is learning to walk. هي لسه بتتعلم الإيه؟ المشي. هي دي لما وهو دوت her nephew. قلنا nephew اللي هو ابن الأخ أو الأخت. I love seeing my family. هي بتقول أنا بحب إيه؟ see. بحب أشوف إيه؟ عائلتي. أوكي يلا البيج اللي بعديها. تعالى كده نشوف نتعرف عن كل إيه، احنا قلنا كل دول اسمهم ايه؟ لايف ستيجز او مراحل الحياه. تعالوا ناخد كده اول مرحله في في الحياه واللي احنا قلنا اللي هو ايه بيبقى لسه بيبي. اوكي تعالى نشوف البيبي. A baby. I can't walk or talk but I sleep a lot and I like playing. يعني ايه I can't؟ يعني لا استطيع ان انا امشي أو اللي أنا أتكلم. But I sleep a lot and I like playing. بس أنا بنام كتير. I sleep a lot يعني بنام كتير. أوكي. Life stages اللي هي مراحل الحياة. إحنا طبعا عندنا أول مرحلة في الحياة قلنا اللي هو البيبي. تعالوا كده نشوف البيبي بيقول إيه. I can't walk or talk but I sleep a lot and I like playing. I can't يعني إيه can't؟ لا أستطيع. I can't walk ولا مش بقدر إلا أنا أمشي ولا إلا أنا إيه talk يعني أتكلم. But I sleep يعني أنام. أنا بنام كتير and I like playing. أنا بحب إيه اللعب. طيب البيبي كبر شوية هيبقى أكيد إيه toddler. Toddler شخص لسه بيتعلم المشي. I am learning a lot about the world. learn يعني ايه؟ اتعلم. انا بتعلم كتير عن الايه؟ الحياة. I am learning to walk. لسه بتعلم ان انا ايه؟ امشي. اسمه ايه طبعا؟ toddler. toddler شخص لسه بيتعلم المشي. التودلر كبرت شوية اكيد هتبقى child طفل. اوكي تعالى نشوف هي بتقول ايه. I go to school and I play with my friends. بروح المدرسة وإيه بلعب مع أصدقائي. I am taller than I was last year. أنا إيه أطول من السنة اللي فاتت. هي كبرت أهي. أوكي. وبعد كده اللي تشايلد هتكبر شوية وتبقى إيه teenager. يعني إيه teenager؟ مراهق اللي هو بتبقى في سن الإعدادي. يبقى أنت أول ما تخش إعدادي كده يبقى أنت كده إيه teenager. teenager مراهق. I go to school and I help my parents. أنا بروح المدرسة وبساعد my parents. parents قلنا يعني
الوالدين يعني بابا وماما. التينيجر بيكبر وبيدخل الجامعة وبيتخرج وبيشتغل، يبقى كده اسمه ايه؟ adult. adult يعني شخص بالغ مسؤول عن نفسه. I can walk، بقدر امشي. I can run، اقدر اجري. I can jump، اقفز. and swim، وكمان اقدر اسبح. I go to work and I look after my family، انا I go to work بروح الشغل وبعتني بعائلتي. قلنا look after يعني يعتني، وبعتني بعائلتي. طيب الشخص البالغ هيكبر وهيبقى ايه؟ elderly person، شخص عجوز. طيب بتقول ايه؟ I used to work، يعني I used to يعني اعتدت ان حاجة كنت بعملها ودلوقتي مبقتش اعملها. اعتدت ان انا اشتغل. But now I don't، بس دلوقتي مش بشتغل. I like being with my family، بحب قوي اكون مع مين؟ مع العيلة بتاعتي. I look after them and they look after me، انا بعتني بيهم وهم كمان بيعتنوا بي. اوكي دي كانت اللايف ستيجز، او اول لسن كان بيتكلم عن اللايف ستيجز او مراحل الحياة. اوكي هنفتح بقى البيج نمبر، يعني نشوف كده بيج نمبر كام. بيج نمبر 15. اوكي تعالوا يلا نحل الاكسرسايز بتاعنا. اوكي a baby or a child or a teenager is a person between 13 and 19 years old، شخص يبقى عنده من 13 ل 19 سنه، يبقى هو كده baby ولا child ولا teenager. برافو، طبعا هو teenager، شخص عنده 13 سنه يبقى هو teenager أو مراهق. The mother is feeding the، الأم بتأكل the adult ولا teenager ولا baby؟ طبعا الإيه؟ البيبي. الأم بتأكل البيبي. He is learning to walk، هو لسه بيتعلم المشي، يبقى he is an elderly person، شخص عجوز ولا adult، بالغ ولا toddler. برافو toddler، وقلنا toddler يبقى لسه شخص بيتعلم المشي. Number four, my grandpa is an elderly or baby or toddler person. جدو يبقى ايه؟ برافو elderly person، يعني ايه elderly person؟ شخص عجوز. They look after their family. They look after يعتني. They are kids, babies or adults، بيعتنوا بعائلتهم، يبقى كده ايه؟ kids، قلنا kid يعني baby او لسه child، لسه طفل. طيب ولا baby ولا adult؟ طبعا يعتنوا بعيلتهم، يبقى هم ايه؟ adults او اشخاص بالغين. اوكي عمر is an or an adult or a child or toddler. He is in primary 3، في سنة تالتة قدكم، يبقى هو كده ايه؟ adult، بالغ ولا child ولا toddler؟ برافو هو كده a child. child يعني طفل. He is my uncle's son، هو ايه؟ ابن عمه. son يعني ابن. He is my uncle's son، هو ابن عمه، يبقى كده he is my nephew، ولا nephew يعني ابن الاخ او الاخت، ولا cousin ولا father. طبعا هو يبقى ايه؟ cousin، قلنا ابن العم، ابن الخال، ابن الخالة، ابن العمة، كلهم بيبقوا اسمهم cousin. اوكي she is my sister's daughter، ودوتر يعني ابنة، هي بنت مين؟ بنت اختي، يبقى she is my nephew ولا aunt ولا niece. yes she is my niece، وقلنا niece يعني ايه؟ بنت الاخ او الاخت. number 9 he is my brother's son، هو ابن مين؟ هنا son يعني ابن اخويا، يبقى he is my ايه؟ برافو he is my nephew، يعني nephew يعني ابن الاخ او الاخت. number 10 I look up or look after ولا look on my grandpa يعتني بي، فاكرين يعتني بي يعني كانت يعني ايه؟ برافو look after، انا بعتني بي جده. he is my nephew ولا he is my niece ولا he is my sister، مين فيهم المذكر هنا؟ نيس ديت يعني ابن الاخ، بنت الاخ او الاخت، وسيستر يعني اخت. في مين فيهم اللي هنا اللي هو حاجه مذكر؟ هي، عشان احنا هي، هو النفيو، عشان نفيو يعني ابن الاخ او الاخت.
She is my brother or niece or father. She يبقى احنا هنا بنت. مين فيهم البنت هنا؟ برافو نيس. ونيس يعني بنت الأخ أو الأخت. Number 13. Mom looks after ولا up or on the baby. ماما إيه؟ Look إيه؟ برافو look after. يعني إيه look after؟ يعني تاني B. Okay, number 14. She is 70 years old. She is an هي عندها 70 سنة. يبقى هي كده baby ولا elderly person ولا toddler. Yes, هي كده إيه elderly person. Elderly person يعني شخص إيه بالغ. Okay, number 15. They are going to Cairo. هما رايحين كايرو باور ولا كايرو تاور ولا كايرو لاور. لاور. Okay, هما رايحين إيه. Yes, تاور. كايرو تاور يعني إيه كايرو تاور؟ اللي هو برج القاهرة. وتاور يعني برج. كايرو تاور برج القاهرة. تعالوا exercise number 2 اللي هو supply the missing letter. عندنا حرف ناقص واحنا هنعرف طبعا عشان نحل الاكسرسايز ده لازم نكون حفظنا الكلمات قبل ما ندخل على الاكسرسايز. اوكي عشان نعرف نحل كويس. او سوري. اوكي يلا دي كلمة ايه؟ برافو تشايلد. طب يا ترى تشايلد هنا ناقصها حرف ايه؟ يس الاي تشايلد والال. اوكي نمبر 2 دي اسمها ايه؟ برافو elderly person. elderly ناقص حرف الاي اند الار. طيب نمبر 3 دي كلمة teenager. teenager teenager مراهق. حرف اللي ناقص حرفين الناقصين يس كانوا دبل اي teenager. اوكي نمبر 4 دي كلمة اسمها برافو adult. ان adult الحرف ناقص حرفين الناقصين اليو طبعا and the ال adult. اوكي نمبر 5 دي كلمة برافو baby. طيب يبقى كده الحرف الناقص ايه؟ baby والواي. نمبر 6 دي لسه شخص بيتعلم ماشي يعني برافو toddler ناقص دبل دي toddler. اوكي نمبر 7 ده اسمه ايه؟ ابن الاخ او الاخت. كان اسمه nephew وقلنا ال p and h هي اللي بتنطق يبقى ناقص حرف ال p and h nephew. طيب وابن وابنه الاخت او ابنه الاخ اسمها niece وده الحرف ال a ال i وال e. برافو علينا. الاكسرسايز اللي بعده. طيب complete the dialogue. يعني ايه complete the dialogue؟ كمل المحادثة اللي بين الشخصين دول. تعالى نشوف كده. عمرو بيكلم مين؟ احمد. بيقول له ايه what is your. قال له my name is احمد. يبقى هو كان بيسأل عن ايه؟ في كلمات هتساعدنا فوق اهي. what is your old ولا what's your name ولا what's your grade ولا what is fine. هو قال ايه my name is احمد. يبقى كان بيسأله طبعا عن اسمه. يبقى what is your name. حط خط كده على نيم عشان ما نتلخبطش. يعني ما اسمك؟ قال له my name is احمد. طيب عمر سأله سؤال تاني. قال له how ايه are you. قال له I am 10 years old. يبقى سأله عن ايه؟ عن العمر بتاعه. يبقى يعني ايه كم عمرك؟ برافو how old. اوكي كنزي هنا دي محادثة تانية او dialogue تاني. كنزي بتكلم جودي. اوكي كنزي how are you. يعني ايه how are you؟ يعني كيف حالك؟ ازيك؟ جودي قالت لها I am a thanks I am great well I'm fine yes I'm fine انا كويسة. اوكي فكنزي سألتها سؤال تاني. قالت لها what grade are you in. what grade عايز تسألك انت في سنة كام. اقول لك what grade are you in. انت في سنة كام هتقولي I am in grade 3 انا في سنة ثالثة. I am in grade 3. اوكي قالت I am in grade يعني انا في سنة ثالثة. يبقى تاني لما انت عايز تسأل حد عايز تسأل حد عايز تقوله انت في سنة كام هتقوله ايه what grade are you in. what grade are you in.
هتقول اللي هيرد عليك هتقول I am in grade 3 or I'm in grade 4. شوف انت السنة كام بتقول. اوكي طيب عندنا complete the words. برضو هنكمل الكلام ده الجمل دي وهنستخدم برضو الكلمات اللي هتساعدنا فوق دي. يلا بينا. I can run, I can walk and run and jump and swim. I go to work and look after my family. I am. انا ايه بقى؟ انا بقدر امشي، بقدر اجري، بقدر ان انا اسبح، وبروح بشتغل وبعتني بالعيله بتاعتي. يبقى انا كده adult ولا teenager ولا baby ولا elderly person. برافو، انا كده ايه؟ yes adult. وان adult يعني شخص بالغ. اوكي نمبر 2. I can't walk. I can't walk or talk. ولا بعرف امشي ولا اعرف ان انا اتكلم. يبقى انا ايه؟ teenager ولا baby ولا elderly person. yes انا ايه؟ baby. اوكي نمبر 3. I go to school and I play with friends. بروح المدرسة وبلعب مع الايه؟ مع اصدقائي. يبقى انا ايه كده؟ انا teenager ولا elderly person، شخص عجوز؟ يس انا teenager، مراهق. اوكي طيب نمبر 4. I used to work. اعتدت، قلنا used to اعتاد ان، اعتدت ان اعمل but now I don't، بس دلوقتي لا. I look after my family and they look after me. انا بعتني بعيلتي وعيلتي كمان بتعتني بيا. يبقى انا كده ايه؟ yes I am elderly person. وانا elderly person يعني شخص عجوز، لو زي تيتا وجدو كده. اوكي يلا الاكسرسايز نمبر 5. Write a sentence under its picture. يعني ايه write a sentence؟ اكتب ايه؟ جملة. اوكي نمبر 1، هو مدينا كلمتين كده هيساعدونا ان احنا نكون جملة. He a baby. طيب نكتب اول حاجة he، هو. طيب ايه اللي ناقص بقى؟ عايزة هو يكون، وان الverb to be اللي هو يكون كان بيكون am and is and are. طب يا ترى he تاخد ايه؟ am or is or are؟ يس تاخد is. برافو. He is a baby. هو طفل. احنا كده كوننا جملة he is a baby ونحط نقطة ما ننساش. قول ايه؟ I انا. I can see انا استطيع ان ارى. I can see a toddler. استطيع ان ارى شخص ايه؟ لسه طفل ايه؟ بيتحاول اللي هو يتعلم المشي. طيب تودلر هي في الكتاب ما فيش حرف الار فنزود لها حرف الار. اوكي I can see a toddler ونحط النقطة بتاعتنا. نمبر 3. He a child. يلا نكون جملة. He is. برافو. He is هو يكون a child هو طفل ونحط النقطة بتاعتنا. اوكي يلا exercise number 6. rearrange او نعيد ترتيب الجملة. اوكي have we cousins lots. اوكي عشان نبدأ نعيد ترتيب الجملة لازم نبدأ بحرف capital، اول حرف اللي تحتيه خط الاول. اوكي هنبدأ نقول ايه؟ we ايه؟ احنا ايه؟ yes we have، نحن لدينا cousins lots ولا lots of cousins. يعني ايه lots of cousins؟ كثيرا من. برافو. نحن لدينا كثيرا من يعني ولاد العم او ولاد العمة. منساش نحط نقطة. اوكي نمبر 2. helping brother علي is his علي. اوكي طبعا هنبدأ بالكلمة تحتها خط وننساش نبدأ بأول حرف يكون capital. علي. علي ماله؟ yes is helping بيساعد. بيساعد مين؟
برافو. علي is helping his brother. brother يعني ايه؟ اخوه. علي بيساعد ايه؟ اخوه. اوكي. number three is a tower building Adam. طيب نبدأ بآدم طبعا. نبدأ بحرف capital. آدم. آدم ماله؟ Yes, Adam is building. آدم بيبني. آدم بيبني إيه؟ Yes, a tower. A tower يعني إيه؟ برج. وننساش نحط النقطة بتاعتنا. Number four. Boy, a good dad. طبعا بالكلمة تحتيها خط. وننساش أول حرف لازم يكون capital. That's that's a هذا هو ايه؟ yes that's a good boy. يعني ايه good boy؟ يعني هو ايه؟ ولد شاطر. that's a good boy. number five family I seeing love my. أبدأ طبعا ب I ايه؟ I love. أنا بحب. أنا بحب ايه؟ Yes, I love seeing. بحب أشوف. I love seeing my family. بحب أشوف عائلتي. I love seeing my family. Okay. At look niece my. هنبدأ طبعا بلوك. حرف كابيتال ما ننساش. Look. Look إيه؟ برافو. look at يعني انظر الى. look at my niece. look at my niece يعني انظر الى ايه؟ my niece ابنة الاخ. ابنة الاخت او ابنة الاخ. اوكي. number 7 learning is she walk to. نبدا بشي والاس تبقى كاب. she هي ايه؟ she is. هي بتتعلم. she is learning. she is learning to walk. تتعلم ان هي تمشي. ونحط النقطة. اوكي يلا number 8 are where the family. يعني نبدأ ب where وال W تبقى capital. where. where يعني ايه؟ اين. برافو. where ايه؟ في السؤال بنبدأ بالإيه؟ بالverb to be الأول. يبقى الverb to be عندنا أداة الاستفهام وبعد كده الverb to be where are أين تكون the family العائلة. ونحط علامة استفهام. أوكي يلا الإكسرسايز اللي بعدي إكسرسايز 7. تعالوا نقرأ كده مع بعض القطعة دي أو الباسج دي. Today we are with our family. النهاردة إحنا مع مين؟ مع عائلتنا. We have lots of cousins. عندنا أولاد عم كتير. أمير is 13. أمير عنده 13 سنة. He is a teenager. أمير إيه؟ مراهق. مش هو عنده 13 سنة وهو إيه؟ teenager. He is helping his brother Adam. هو بيساعد مين؟ أخوه آدم. آدم is building a tower. وآدم بيبني برج. My nephew طارق is a baby. وابن أخويا طارق لسه بيبي. My sister is holding him. وأختي إيه؟ شايلاه. Look at my niece. انظر إلى إيه؟ بنت أختي. اللي هي اسمها لما. She is learning to walk. هي لسه بتتعلم إن هي تمشي. I love seeing my family. بحب قوي اللي أنا أشوف عيلتي. طيب يقول لك answer the questions. تعالوا نجاوب الأسئلة طبعا وهتبقى من القطعة. Okay. Answer the following questions. What is Adam doing? تعالوا نشوف آدم بيعمل إيه. We are in our family. Amir is in Adam. Yes, he's helping his brother Adam. Adam is building a tower. يبقى what is Adam doing? Adam بيعمل ايه؟
يبقى آدم is building a tower. أخذ الجملة دي أكتبها هنا. ماذا يفعل آدم؟ آدم is building a tower. ونحط نقطة. طيب السؤال بعدي, هو is طارق؟ مين طارق ده؟ فين طارق؟ طارق yes my nephew طارق. يبقى كده آدم مين؟ طارق مين؟ yes my nephew. هو يكون ايه؟ أقول he is, هو يكون my nephew أو ابن ايه؟ أخوي أو ابن أختي. ونحط نقطة. طيب اوكي برضو عندنا لسه سؤالين مبنيين على القطعة. امير از, امير عنده كم سنة؟ تعالوا نشوف كده امير عنده كم سنة. امير از ايه؟ 13. فين 13 12 20 13 وهو طبعا ايه 13. اوكي ادم از بيلدينج ا, ادم بيبني ايه؟ تعالوا نشوف ادم بيبني ايه. ادم از بيلدينج ا تاور, يبقى اختار كلمة تاور, بيبني برج. كده خلاص كده نكون خلصنا ليسون 1 في اول يونت بتاعتنا في الترم الثاني في سنه ثالثه. اتمنى تكون استفدتوا من الفيديو. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه عشان يوصلكوا اي ليسون او اي فيديو تاني. ولو عندكم اي سؤال احطوا السؤال في الكومنت. واشوفكم المره الجايه في ليسون 2. باي باي.